حلقة من فايتر اند نيرد. انا كريم الحديني، مع عبد الرحمن الصامي. المرة دي هنتكلم على حاجات كتيرة قوي زي ما احنا معودينكم. هنتكلم الاول عن results updates fights حصلت، هنتكلم عن fights لسه هتحصل، predictions بتاعتنا والماتش ابس ازاي ممكن تمشي من وجهة نظرنا. هنتكلم عن fight بنحددها نخش ان ده. في المرة دي عندنا fight حلوة قوي قوي قوي، it defined the legacy of a champion واثرت جامد قوي في الديفيجن بتاعته. واخر حاجة هنتكلم زي ما احنا معودينكم عن segment بنحاول نتكلم فيه عن topic مش شرط يكون ليه علاقه بفايت نفسها، بيبقى ليه علاقه بفايترز بكامبس بام ام اي ان جنرال، واحنا كلنا ممكن نرتبط بيه، كلنا ممكن نتكلم عنه ونقدر نريليت ليه حاجات كتير قوي. فخلينا نبدا بسيجمنت 1. المره دي هنتكلم اول حاجه عن يو اف سي 240. كانت فايت كويس قوي، كارد كانت حلوه قوي. اول فايت فيها كانت هولوي وادجر. هولوي لعب ادجر، هولوي هو الشامبيون بتاع الديفيجن دي، فيذرويت ديفيجن. 14 فايت وين ستريك، كانوا 13 قبل الفايت دي. فايت خلصت بيونانيمس ديسيجن، هولوي هو اللي كسبها. ادجر كان عامل ثريت كويس قوي، الناس كانت شايفه في الاول ان هو ممكن يكسب الفايت دي، ان هو بيبرزنت بريشر عالي قوي رغم ان هو عنده 37 سنه، بس البريشر والستايل بتاعه رغم الريتش بتاعه قليل رغم ان هو قصير وممكن يبان اصغر من الديفيجن دي، بس هو بيبرزنت سبيشال تايب اوف بروبلم لاي فايتر، ان هو بيبرزنت كارديو عالي قوي، رسلينج بتاعه حلو جدا وبريشر نون ستوب. فايت خلصت بيونانيمس ديسيجن زي ما احنا قلنا، وهنشوف الفايت دي خلصت ازاي ومشيت ازاي، وهنتكلم عن الستاتس عنه بالتفصيل. شفت الفايت دي ازاي؟ والله اول حاجه فعلا ان الناس كلها كانت شايفه ان فرانكي ادجر هو هيمثل الثريت، او يعني لو في حد هيقدر يديثرون ماكس هولوي من البلت بتاعه كان هيبقى فرانكي ادجر. ليه؟ لان هو بيبريزنت الفايتر التايب اوف فايتر البريشر اللي بيجو انسايد اللي بيدي للشامبيون الديسكومفورت في السترايكنج بتاعه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي كسترايكر زي هولوي بلعب على طول بطولي، بلعب بالريتش بتاعي. انا كواحد تقريبا 180 سنتي بلعب في فيذر ويت، طبعا يعني اطول واحد موجود في الروستر تقريبا كله، فمحتاج واحد يلعب انسايد، محتاج واحد ما بيخافش من البانشز، محتاج واحد يخش بيمثل بريشر اللي قدامه الانسايد فايتر زي ما احنا بنقول. يمكن هو فولكانوفسكي هما الاثنين دول. فرانكي ادجر اللي احنا شفناه في الفايت دي اللي هو يعني الواحد ممكن الصراحه مستغرب من الموضوع اللي هو كان لايت ويت شامبيون. ليه؟ لان هو فعلا يعني هو دخل جوه فعلا لاندد بونشز، يمكن راوند اولى هو كان البونشز اعلى او كانت البونشز قليله جدا قريبه جدا ما بين فرانك ادجر 18 و 13 18 فعلا يعني 18 لفرانك ادجر في اول راوند. يمكن هي دي تقريبا انا في رايي راوند ممكن تروح لادجر، بس لما نشوف على 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 الافشنسي بتاعت البونشز دي، لما نشوف دامج بالظبط، لما نشوف الدامج اللي حصلت في ماكس هولوي هنلاقي لا هنلاقي فعلا فرانك ادجر بيلاند، بس اسم اللي هو بيلاند اسم اللي هو بيجمع بوينتس بس، يعني ما حسيناش بالثريت خالص. يعني انا حسيت كماكس هولوي وهو بيلعب في الراوند الاولانيه اللي هو كان بيتست بيشوف الدنيا مع فرانك ادجر، بس هو على طول كده ماكس هولوي هو دايما الراوند الاولى بيبقى الستايل ده، هو مش ثرو ستارتر، مش زي قوي دونالد كاوبوي سوين مثلا، بس هو بيحب الاول راوند الاولى يتست اللي قدامه، لان هو دايما بيعتمد على الفوليوم بتاعه الفوليوم ستراكنج بتاعه. فالراوند الاولى بدات بيتست فرانكي ادجر، فرانكي ادجر بدا يلاند ووصل، بس زي ما قلنا ايه ما كانش فيه افشنسي قوي. بدانا في الراوند الثانيه بدا يوصل بدا يبان ماكس لوي بدا يبان هو ليه الشامبيون، لاند بونشز اكتر، كانت بونشز كانت راوند اعلى لهولوي، بدا يعرف خلاص عارف فرانك ادجر عارف ايه 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 اللي بيشتغل معاه ك ك ك كفايتر، بدا يحط الفوليوم بتاعه المعروف بيه. بدانا نشوف ليه هولوي فعلا هو احسن فيذر ويت في العالم دلوقتي، 14 فايت وين ستريك. الراوند الثالثه برضه يمكن احسن شويه من الراوند الثاني بالنسبه لفرانك ادجر، بس يعني في نص الراوند قبل ما يلاند التيك داون فرانكي ادجر شفنا الفرق، مع ان ماكس هولوي عامه مش نوك اوت قوي ارتست، هو بيكسب الفوليوم بتاعته، بس غريب اللي احنا شفنا فرق فعلا في الباور. يعني شفنا ماكس هولوي كان فرانكي ادجر هي جات روكد او وبل، يعني
كنا حسينا شويه اللي هو ممكن يقع، عشان كده حس الثريت وخد دبل ليج تيك داون، عارف ياخدها على طول في وسط البريشر، بس ما استفادش بيها قوي يعني. حتى في اخر راوند اما ماكس هولوي قام كان هو اللي بيلاند في الاخر، فيمكن برضو راوند قريبه، بس ما اعتقدش فعلا ان هي ايه وصلت لل يعني مفيش جادج حسبها برضو لفرانكي اندر دوم. الراوند الرابعه كانت اقرب بقى المره دي، الراوند الفوليوم كبونشز كان اقرب، الراوند الرابعه كان اقرب كان اقرب بين الاثنين يعني. راوند 2 كان 27 13 هولوي، راوند 3 كان 30 17، راوند 4 29 22 بالظبط هولوي. هولوي بدا برضه نفس الكلام يحط البريشر بتاعته، فرانك ادجر بالهارت بتاعته بالوري المنتاليتي بتاعه بدا يخش، بدا يحس ان هو لا الماتش بيروح منه، فقال لك لا لازم اخش الراوند دي العب اكتر لجوه، دخل فعلا. بس شفنا نفس النقطه، شفنا فرق الباور، شفنا الثريت قد ايه ماكس هولوي، شفنا لفرانكي ادجر مش عارف مش عارف يمثل النوك اوت باور الثريت فعلا لماكس هولوي، اللي هو يخاف اللي هو يبدا وده اثر على التيك داونز كمان. خلي بالك فرانكي ادجر التيك داون واحده من 15 بالظبط هي في الراوند الثالثه فعلا. فبدانا دايما لما انا ابقى واحد اللي بخش انسايد بريشر فايتر بمثل اللي قدامي اللي هو اللي بيلعب شويه من بعيد او الاطول مني او كده، لازم اللي يبقى فيه باور في البونش بتاعتي، ساعتها هيعمل الف حساب قبل ما يطلع بالجاب بتاعته كتير. ساعتها قبل ما يطلع بالجاب بتاعته هيبدا يفكر قبليها كتير، بس ما لقيناش برده ايه. برده نقدر نقول ماكس هولوي خد الراوند دي. الراوند الخامسه ماكس هولوي عالي فيها، فرانك ادجر بدا يحاول، شفنا ازاي كان ماكس هولوي تحس ساعات بيلعب شويه مش بيلعب طبعا مش عارف نقول الكلمه دي، بس الثقه العاليه فيه ازاي هو بياخد واحده عشان يحط ثلاثه، وهو ده ستايله في البونشز، دي حاجه نتكلم عليها لسه. بس طبعا هو ده ستايله وهي دي طريقته. طبعا الراوند دي كانت يعني برده كانت دوميننت من ماكس هولوي. انا في رايي يمكن الراوند الاولى بس فرانكي ادجر 4 لهولوي 49 46، انما يعني شفنا الثريت من شفنا ممكن يعني فرانكي ادجر لواحد زي فولكانوفسكي يقدر يشوف انا هستفيد ايه من اللي هو عمله. يعني مثلا انا عندي بمثل ثريت اكتر احسن في الكلينشز، يعني فولكانوفسكي حلو قوي في الكلينشز، شفناه مع خوسي قال له كان عامل ازاي، فيقدر ياخد منه النقط الايجابيه اللي هو يقدر يحققه قدام ماكس هولوي. يمكن هو اقرب واحد دلوقتي يقدر يمثل ثريت لماكس هولوي هو فولكانوفسكي دلوقتي، بس انا اعتقد يعني ماكس هولوي هو فعلا ذا جريتست فيذر ويت شامبيون اول تايم، ورانا هو ليه دومينت كده فعلا. فالمهم قوي برضه نتفرج على الفايت دي عشان نعرف هولوي هيرجع يباونس باك ازاي من لوس. هو الفايت الاخرانيه ليه حاول يطلع لللايت ويت ديفيجن يلعب في وزن اتقل منه ب 10 باوندز، لاعب داستن فوريه واحد اسم لايت ويت كبير قوي قوي قوي، وهو النكست ان لاين اللي هيلعب لليونيفيكيشن، لان الفايت بتاعت هولوي وداستن فوريه دي كانت فور ذا انترم بيلت، داستن فوريه قدر ان هو يكسبها. فايت كانت صعبه قوي على الاثنين، بس في الاخر هولوي يكسبها، وهو كان بقاله 14 فايتس انديفيتد، دلوقتي هو 14 فايتس انديفيتد في الديفيجن بتاعته بس، لان هو خسر في الفايت في اللايت ويت. بالظبط. فكان مهم نشوف ازاي هولوي هيقدر يباونس باك من الديفيجن. بالظبط. وده يعني ده مهم جدا فعلا. النقطة ال 14 فايت وين ستريك هو في الديفيجن بتاعته مش كله فعلا. انما داستن فورير هو دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عنها. داستن مثل الباور يعني كان بيضرب حتى مش الهوكات عنده. الكروس عنده كانت طالعه اقوى بكتير، كانت بالنسبه لماكس هولوي لا دي بتمثله الثريت، هي دي اللي بتمثله بتديله 1000 حساب تحط دمج اكتر، اللي هي بتمثله 1000 حساب قبل ما يضرب، بيفكر قبل ما يضرب. بس انا شفت يعني انا بالنسبه لي الفايت دي من ساعه فايت روميرو وويتكر دي كانت احسن فايت انا شفتها في اخر سنه، كان ماتش تحفه. شفنا ازاي الهارت بتاع هولوي انا يعني كبر في نظري اكتر هولوي بعد الماتش دي بعد الماتش ده، زي اللي هو اتضرب كذا مره وقدر برده اتضرب كذا واحده كذا باور بانشز وقدر يباونس باك. كان ماتش قريب قوي في رايي عامه، يعني ممكن 3 راوندز طول داستن فورير. بس شفنا فعلا هو ده اللي ناقصه، هو ده اللي حد عشان يجي فلون ماكس هولوي محتاج باور بانشر، محتاج يبقى باور بانشر وبوكسر طبعا على يعني عشان داستن فورير ما ناخدش منه دي، هو بوكسر.